تم الوصول لهارلي ديفيدسون ميوزيوم ملواكي. هذا اول حاجه تشوفها في المطعم. شوف مطعم هارلي والمكاين، وهذا عندك الهارلي لاعبين لعب. هذا مو مطعم. كلوا واشربوا ما لذ وحلال لكم. عاجبين المكاين اللي في المحل هذا، مو مطعم. هذا الخمارين الزمارين. بعد ما تخلص علاف تشوف، قبل ما تدخل الميوزيوم المتحف حقهم، تشوف هذاك المعلق، ها ميل، وهذا الصهيوني حاط على اسرائيل. هذا المحتف مال المتحف حقهم، والخمم جمعين. الحياة سعيدة. داخل لك طلة كذي، ها هذا طلع على البحر، وهذا قاعدين باوسوه شي عبي الغبار. والله زين. يقول لك شوف هذا الجديد السي في او، عينك على السي في او. شوف الشاشة كبر البغل. شوف الجمال حقه، الفلتر بس. هذا ابو خنزير اقول لك، ابو خنزير خلاص ماتت الشاشة دي. ولد هذا خلاص المستقبل. ما تدخل تشوف هاليهود هذين مصففين، هذا هني تروح تاخذ لك تدفع فلوس عشان تشوف كم من حديد. الله يغرب لهم، ما في احد مفضين. تدفع تركب 70 طابق عشان تفطس وتموت. ودي تشوف هذا لنن هوك منبر حقهم الزعبروش، تدفع فلوس عشان حديد. شوف بعد البحث والتبحث شفنا سعودي عربي. يقول لك شوف ظهران شابتر عشان تلعب لعب. اول ما تدخل شوف صدرات مسطرين لاعبين لعب، ما تدري وش تسوي، بس تجذب لازم تألف القصة. يعني زي هذا لين بسير، هذا كان سيكل مشروعه بس صار دباب وحطوه هني صار فخم. شوفوا مسطرين، الحين بيجيك واحد كربوريتر. طبعا ما خلصنا الحين. هذا ابو صدى 2000 مو حطبة، الحطبة خلصت، ما كان بعد مشروع حطب، كان مشروع حجر. وهذا هني بعد ما ادري وش، بس احنا نحوس في دروج. شوف هذا كان عشق جدي جدي عشق. هذا كان والله الحين ماسك البوية فيه أصلية. أنا الحين أكمل سيدة ولا في يمين يا شباب؟ يلا تلف يمين، ما أدري إيش صاير بس إنها ربد. شهني دخل، شوف تدخل هني، هذا حاط في مسدس عشان صار قوي. يقولك لا تلمس بس عن نفسه. شوفي من الأغنية يعني مال الحرب، كان توم جيري الأغنية. هذا واقف قاعد يطلع زي اللوح، ما يندر ايش قاعد يسوي، بس يصرح مثقف، يصرح يقرا. راح طلع انت تدفع فلوس عشان تشوف ورق. والله هذا كان مال كوكاكولا. شوف كيف هذا الونشيلد، كيف كانت اختراعها، كانت نص خلقة. اما ذي بدلة تبعت فانتاسيكية. شوف الرفرف، عين اطلب له واحد سوي كاستم. كانت قزوزة مشخلين. هذا حين صار فخم، صار بي.
شوف بس شوف شوف 2000 أي 2000 أنا وجهي وجه الـ2000 سياكل معلقين هذا مو حاله حال السيكل بس سياكل معلقين سيكل ده هذا الكاسات والكؤوس اللي جابهم هذا هني تانكيات تهني تمشي وتبطل هذا الدرج عشان تتعبث عشان تبين لهم ان انت وعش قطيفي بل بالفقيل حتى تبطل ما ادري لو شو تشوف يعني من فوق الصينية هذا كتب تاريخ طبعا انا ما ادري من وين ابدي بس هذا معلق لا ادري لك في ناس يوايله تعال طلع في طابق تحتي انا بدي من فوق اعوب شوف 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 هذا اللي مقعده وسيع كبير هذا اللي عشان لا يجيب اسور شوف هذا مصمم الرفرف ما تعب عمره طلع له خشب بس لين حبيبة وش يبهم هني محل سياكل وان دبابات حبني وحبك جاي لي شوف دباب الله يغرب لكم هذا حط عليه رقم 10 نفخ تايرة حجر هذا كان مطافي شوف لون عيونه سويت لكم قصة ايش رايكم نشوف التوانكي كان نصبغ عليكم كابيتال كاستم نوديكم شوف شحنة التوانكي شحنة شوف بس هذين واقفين في اللي واقفين في النص مع مامباغونا هذا جميل شوف هذا كان 98 اتذكر انا جميل ده شوف هذا اتذكر انا شريت سوفتيل زي نفس اللون ها طلع مختوم شوف كل تانكيات هذا التانك الحريق وكان سنة 2010 والله يحرقهم قلت محل ما له شغل وستاف وما ادري ويش بس اللي قاف تعرفوا قطيفي دخل شوف حدهم مال مطافي عندهم هذاك معدل ما ادري وشو كنا خنفزه عشان اسوي له زوم وسياكل واجد تدخل هني شوف هذولين يتمرجحوا ما في الا انا اسولف في المكان كلهم ساكتين ومؤدبين في الا انا لان ما في شيء تسلي عمرك صور حقهم ثقف تقرا كله حديد في حديد شوف قزوزة ده هذا والله عظيم مو داسة سيكل شوف يعني كان صريع سوينا يعني المحل مظلم سلموا عليه كان يسوقه في الطحين كان يسوقه شوف جرايد ملزقة ويضحك عليك شوف كان يدحوس وكيفه وحاطينه بعد هني شوف كان السيكل فيه صنقل حق يدخل فيه طعوس وجلد هذا هم صراحة مثقف هذا شكله قسم العاب مال جهال بس انا دخلت يعني ما ادري شفت جهال يلعبوا هذا المكان الحين
أبو سعد يقول لي هذه كانت ملواكي كابريتر هبد علي. شوفوا سودان الوجه، هذه كاربريتر دحوسين. أنا خلنا حبس بس هذا مش الحين هني ها فصخ وكذي يطلع فيه الدب. شوفه من بعيد إنه دباب واحد. شوف 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 إنه مركب. والجلع الحقيقة طلع تشلوحي، وهذا قاعد يلعب كذبوا عليهم يقولوا بالانس. أنا ما عند أي كذا صيفان، هذا عجول عجول قاعدين يلعبون. هذا جي كذي كذي شوف آخر شيء مفتق. آخر شيء يطلع حدايده. شو كيف احمر اقبليكم حركات مسوينها يعني الملاعين. شو كيف يشب يركب يركب دباب شوف كان مركب. تنزل القسم الارضي وتشوف هذا لين ها في شي بيطلع لنا هدية شي. الناس بدي اليسار انا بدي من اليمين ولا بدي من اليسار ولا بدي المهم فهمت انتم. نصور لكم ده وهذا هلا كنا جولد. هذا شفته من بعيد الحين واحد بيدخلي خذوا تصميمه من الجولد الملاعين. هذي تنام طرق يدخل أهلي بعد كنا قول له قال لكم سيت مخمل كنا سجاد سيت مخمل كنا من الأيام أول شيء في الطبل والله كنا سجادة. صاروا مشاهير ملاعين مال سنو وطراد. خلنا نشوف شو عندهم بعد. وحين بيجيك واحد في النص. شوف الماكينة كلهم ساكتين وهم يشهدوا. هذا هو الكابريتر. واحد وثمانين والله ما نفتر من هناك. نشوف الشنطة حقه مربعة. شوف الخودة وشوف هذا الدباب محترق. ما ادري لو حاطينه في المتحف بس اي شيء يحطوه في المتحف خلاقين. الدباب محترق لو حاطينه هذاكو من سدح ومات في الكونتينر خلاص. الحين مسوي له قصة دبا ورف الزعتور محترق وشبه خلاص. الله يرحم راعي حاطين لي في متحف وسوي لي هدرة. طلعها وتعال. هذا هني ما خلصنا بعد. احنا شوف الجمال شوف الجمال بس البنفسجي. لعب لعب شوف الجمال شوف. وهذا بيسخروا لي على الجولد. شوف 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 حطم الجولد الملعون طلع الكسوس حقه كان خفاش. طلع سباقين الهار اللي في الحرارة في الألوار الملاعين يسخروا لي على الجولد. شوف هذا اللي مشلعين فوق نحوج رقبتنا عشان نشوفهم.
هذا كانوا يزودوا فيه يزودوا فيه، ما طاف الا همبرت. بس تبدي من قدام انا بدي من ورا، ايش رايكم فيني؟ بدا عليه مبدع في كل شيء. 71 بالله عليك، وانا دافع فلوس عشان اشوف الحدايد والصاير هنا ناس تحطم بعض. هذا اللي نحط نبع صراحة ما أدري أنا. شوف 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 هذا الجميل. بس الإبداع الإبداع، هذا فيديو خاص فيه بالحال المفروض. شوف التانكي هذا ملعون خطير. شوف الماكينة حقه، وهذا ما ادري شو، بس اسوي كذي انت تتعبث 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 وتخرب. اي هدو هدو لعب لعب حقرهم بعد شغله وحقره. شوف انت هذا، شوف 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 هذا ما مرة كلش كذي مسويينه، ما تعب كنا ملعقاه. ايش تعب نفسه فوق ايش ذي مصممون ملعون. هذا اقول شوي تعب فيه صدى. شوف الملعون ده، شوف السكة على بس السبرينجر ولا في برينجر جيت تفوق فبنعانق. هذا وش بعد ما انتبهنا له، احنا ما ندهر هذا همبرت ودباب وهارلي بس كل اياهم محطوطين الجماعة. هذا انا عاجبني اذا اشوف، وبساعد مباك ترسم لنا واحد كذي. شوف هذا كان مطافي، وانا ظهري عورني من المشي انا، بس وانا عن الهواية اللي تتعب. بعده ما خلصوا له، ثم نروح بيوتنا. هذا كنا هذا اللي واقفين في النص العلة، والله بدخل عليهم عاد تدري ما. شوف هذا البيول مخ، انا بقول كلمة مخصوف. هذا 93 شوف هذا اتذكر كان في احد الشباب يمباه. هذا 97 اللي يدوروه الشباب حاطينه هني ليكم، كان يشيله لكم للبيع. هذا نايت رود من الفي رود فئتهم. هذا الجميل 23، واحد يباهم يطردوني، قال لي اركب عليه وهز هزه ما ادري اسمان. قال انا ما عندي مشكله اركب، يعني ما عندي شيء، وين مفتاحها بس؟ وين مفتاحها بس؟ تعال ما في مفتاح، لا يطردوني خلنا اقوم. هذه شاشته بس جميله. بالله عليك هذا حاطين لي في معارضه. هذا البان امريكا
الحين خوذه حطينا في معرض فانيلا الى وعش عش بالله عليك معرض حاط لي وشيو ملقاطة مقص ضافير اي شي جمعوا خمايم حطوهم لينا وخيمة بعد. هذا كان ايام عز اقول لك الف اي ايام السنة اللي طافت لكم الدحوس طلع مكسور الاشارة شوف صدناهم الملاعين دلع نفسك ولعب شوف ايش رايك فيني فنان انا ها على بوزي افا لا 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 جدد على بوزي افا هذا النحيس الملعون كاستمايز حق دباب تختار هذا سوفتيل وش تروح وش تلعب فيه تروح لهندل بار حقه وش تسوي شفت هندل بار هذا تبدله ما نمبده ما نمبده مو راضي هذا اسود ما يصلح ما يصلح ركب الامان هذين مال السبلان هذا ايوه هو هذا هو الدباب تروح نشوف وش المشروع الجديد خلصنا حين نروح نشوف لنا محل ثاني نشوف نخسر فلوس فين ندفع هذه الدبابات اللي جايين والمحل والله كان تور مره ناصب ما بقول زي الزفت لان احد بيسبني شوف 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 قاتلهم هناك شوف شوف متربع العرش